السلام عليكم البنات، كديرين؟ اموركم مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير كيف العاده. المهم البنات، جيتكم اليوم بواحد الوصفه اللي بسيطه بزاف، وصفه ديال حلوه الغراف، بلا غراف بلا عذاب بلا حتى شي حاجه. نتمنى انها تنال اعجابكم، ومكونات ديالها بسيطه بزاف، متواجده في كل بيت. وندوزوا المقادير. المقادير عندنا 300 غرام ديال الدقيق من نوع الجيد، دقيق ديال الحلوه، وعندنا واحد البيكين باودر ما غاديش نضيفها كامله، غادي نضيف منها واحد راس معلقه صغيره، وقبيصه ديال الملح فقط لتحسين الذوق، وكاس ديال العنبه دافي ديال الحليب، ما يكون سخون وما يكونش بارد بزاف، المهم دافي بمعنى دافي. وإلا احتاجين اكثر العجين، لان على حسب الدقيق، يعني كاين اللي كيشرب وكاين اللي ما كيشربش. الا احتاجيت فقط داك الكاس ديال العنبه غادي نجمع به العجينه فقط، والا احتاجيت غادي ندير واحد شويه ديال الماء يكون دافي حتى هو، اولا الحليب اللي بغيتو. المهم البنات كما كتشوفوا هنا، غادي ناخذ واحد الاناء فاش غادي نعجن هاد العجينه ديالي. ممكن انكم تعجنوها في البانيو، في العجانه العفو. ها انتم كما كتشوفوا البيكنج باودر ما درتهاش كامله، درت غير راس معلقه صغيره وديك القبيصه ديال الملح، وغادي نبدا نجمع في العجين. هنا البنات درت واحد شويه ديال الماء العجينه ديالي، احتاجت ليا واحد الثمن جوج معالق كبارين ديال الماء دافي، كملت بهم باش جمعت العجين. وهنا غادي نخوي سطح العمل باش ندلك فيه العجينه مزيان، لانها غادي تبغي تدلك. وطبعا الحال البنات العجينه ما غاديش تخليوهاش قاصحه بزاف، وما تخليوهاش جاريه بزاف، العجينه تكون على بحال غادي نديرو الملوي، ما تكونش قاصحه كيف بحال العجينه ديال الملوي تماما. المهم البنات هنايا غادي ندلكها وغادي نعاود نرجع معكم. كيف قلت لكم ممكن تعجنوها في العجانه هكاك، هي غادي تدلكها من الاحسن واحد 10 ديال الدقائق تدلك، باش هكا تترخف لينا العجينه وكتمشي لينا في اليد. هنا البنات من بعد ما عجنت العجينه وخليتها ارتاحت واحد المده ديال 5 ديال الدقائق فقط لا اكثر، هانتوما اصلا هي راه تدلكات غير خليتها ترتاح شويه. المهم هنايا غادي ناخذ الزيت وغادي نورق به هذه العجينه، غادي بعدا نفرقها على هاد الكريسات هادو اللي يكونوا صغيورين ما يكونوش كبار، بحال هكا هانتوما راه صغيورين. والا عندكم الميزان وبغيتوهم باش يجيوكم متقادين عبروهم، وإلا ما عندكمش ديروا كيف كان دير انا، درت عيني ميزاني هكا تنحاول نجيبهم متقادين. من بعد البنات ما كورنا العجينه هكا، غادي نغطيها بواحد الميكا غير باش ما ديرش ليا ديك القشيره، ديك القشره اللي كتكون فوق العجين. وهكا غادي نبدا باول وحده اللي قسمتها، غادي ناخذها وغادي نورقها مزيان حتى يبقى يبان ليا سطح العمل. ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفاك طال سقامي، كيف نبقى حيور وانتي مسلية رفيها الغزال فاطمة ارحمي يا راحت العقل ترحمي. المهم البنات هنا من بعد ما ورقت العجين ديالي غادي ناخذ واحد السكين كما كتشوفوا، اولا قطعات البيتزا وغادي نقطعها بحال هكا. المهم راه لا فيديو موضح نفسه، وغادي نجمعهم دوك الجوانب الاربعه من الجنيبات،
وهنايا فين غادي نقليها كيف قلت لكم في الاول بلا غراف، غادي ناخذ واحد الكاسرول اللي يكون مجموع وصغير بحال هذا اللي عندي، اي كاسرول يكون بحال هذا الشكل راه نافع. انا ما عنديش الغراف، غادي نستعن فقط بديك الكاسرول اللي عندي، وراه الزيت فيه سخون، راه الزيت ماشي بارده، راه سخونه، راه ملبوطه، لان انا بايت راني بديت كنقلي. المهم البنات انا كنحاول نوضح لكم طريقه باش كلشي يستافد وكلشي ان شاء الله تصدق معاه، وان شاء الله غادي تصدق كلشي من اول تجربه. هنا البنات فاش كنقليها راه كنحاول انني نضغط عليها باش يكون الزيت فوق منها باش تنفخ وكذلك تجي تحمر من جوج جوانب، ماشي تحمر ليا غير من جهه واحده، وتشد الطياب مزيان. وهذه هي الحلوه ديالنا من بعد ما وجدات، حلوه اللي ساهله ماله، ما فيها حتى شي حاجه صعيبه، وحتى وليداتكم تفرحوهم بها. واخا اننا خصنا نتهربوا من هادشي ديال الزيت الحاجه اللي كتقلى، ولكن لان ماشي صحيه، ولكن ما عندنا ما نديروا، مره نفرحوا وليداتنا بهاد الحلوات هادو اللي يكونوا ساهلين واقتصاديين وبساطين في نفس الوقت. المهم كما كتشوفوا هنايا زينتها بسكر ثقيل، يعني راه ضروري انكم ديروا لها سكر ثقيل لانها ما فيها حتى شي نسبه ديال الحلاوه، هذاك السكر الثقيل هو اللي غادي يعطي هذيك الحلاوه. وفاش فاش كتكل المهم كما كتشوفوا راه كتجي مقرمله وفي نفس الوقت زوينه بزاف وبنينه. وهذا هو لا فيديو ديال اليوم، نتمنى انه ينال اعجابكم، وما تنساوش الى عجبكم لا فيديو تخليو لايك وشي كومونتير زوين، واللي مازال ما اشترك في القناه يضغط على الاشتراك، دير الاشتراك وزر الجرس باش يوصلكم كل جديد، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر او وصفه اخرى. بسلام عليكم.